احتج سكان حي 5 جويلية وحي 19 مارس ببلدية عين كرشة في ولاية أم البواقي بسبب القطعة الأرضية التي استحوذ عليها أحد أصحاب النفوذ، وقام بتشييد بناية بالقرب من الخزان الرئيسي للمياه الصالحة للشرب. السيد هذا اللي بنى البناء الفوضوي في مكان الحاوية لرمي القمامة، وانا وين حاير انه بنى البناء الفوضوي هذا تاعو، بنى في اير دو ستاسيونمو. هذه بلاصه تشوف تروتوار، من بعد كاين تروتوار هنا، هذا اير دو ستاسيونمو كانوا يقاريو فيه الكماين، كانوا يقاريو في الطوموبيلات، راح بنا فيه. سبحان الله كيفاش قاعد يقولك عندي وثائق بلي هذه راهي تاعو، وجات سونال غاز دارت لو كونتور. كاينين الناس هنا في حي 60 سكن و5 جويليه و19 مارس عندهم عامين ما عدلوا لهم لا كونتور لا غاز لا تريسيتي. راهم احترم لا الفيلاج لا احترم لا السكان تاعهم، زوج كرسيات لهنا اللي راهم ساكنين لهنا، وجات الطريق تسمى تدي للسبيطار من الدار النص نتاعها، تروتوار تسمى بنا فوقه. التيو تاع الماء اللي يدير الشاطو، يهضر لنا الدايره كتبنا درنا كل خطة نتصلوا بهم، وهست الناس تنها وما دلال. مشاكل السكان لم تقتصر على هذا فقط، فالروائح المنبعثة من تراكم القمامة المحاضية للعيادة تؤثر سلبا على المرضى وعلى حياة السكان. الجماعة متاكمين غوايا وقرف لسنا ربي لا لعبث السبيطار ذي تاشينا غا زبلت ذي الريح دايما امازون، بس يسوى ريح الاكسجين يسوى ريح الميكروب ويا الشاطو أزقر مبريدي ويه فهمت واحد لا يعرق مسح شاشينو السوسيم شا ما وليش مادنا والبريك كان بنا ذي الرومبوا نصفو فيلاج نورمال حبة حبة وكريهة من كريهة. وتبقى انشغالات السكان في مهب الريح في ظل سياسة الأبواب الموصدة التي تتبعها بعض الهيئات المحلية الغارقة في سوء التسيير.